عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم معايا في قناة خديجة شانيل، قناتي وقناتكم وقناة كل الأحبة. اليوم فيديو جديد كيف كتشوفوا معايا، وصفة جديدة. يلا بغيت نصوب واحد الوصفة، قلت والله نشاركها مع البنات. هاد الوصفة هادي أصلا كنت صوبتها واحد المدة وتبعتها، عطاتني النتيجة وهي معروفة وكاينة في القناة ديالي. هادي عام وعاود عاوتاني نشرات لي هي وصفة ديال غلامور اللي استعملت فيها فيرمون قال مع الزيت والجنجلان. هاد الطريقه هذه كنت درتها لكم، راه كاينه في القناه، غنخلي لكم الرابط ديالها هنايا الفوق في اولا في صندوق الوصف. بالنسبه لهاد الوصفه هذه اللي غادي نقدم عاوتاني، غادي يكونوا فيها واحد الاضافات اللي هي خفيفه وظريفه ومن عندي ومن التجربه ديالي. هاد الزيت هذه رانا كنصوبها بكميه كثيره، كنحطها كناخذ منها شويه بشويه حتى كنساليها. انتم راه على الاقل هذه غتكون عندها شهرين وهي محطوطه عندي، وكناخذ من الزيت دائما. البنات ديروا الجنجلان وديروا معاه حتى القرنفل وعمروا قريعه كبيره ديال الزيت، زيت المائده ولا زيت نوار الشمس ولا اي زيت عندكم، وكتعمري بها القريعه وكتبقاي تاخدي منها. خصوصا هذه ديال الجنجلان راه زوينه الشهر، وما ديروهاش بوحدها، ديروا عليها اضافات. بالنسبه ليا انايا غادي نعاود نصوبها، حيت هذيك اللي كنت درت سالت ليا، وغادي نصوبها ولكن بطريقه اخرى. اصلا كنديرها كنشقق بها شعري وسالت ليا حتى هي، وهذه غادي نضيفها. انا غنوريكم هذيك اللي سالت ليا باش تاكدوا انني راه ما كنهضرش من الفراغ، كنعاود ناكد ان اي وصفه كنقدم لكم تتكون مجربه مني شخصيا. ملي كتعطيني النتيجه عاد كنقدمها لكم. هي البنات كنت درتها ودرتها مع مجموعه من الاعشاب، شي تكون هنايا شي على الاقل شي 30 عشبه، ودرت زيت مع الجنجلان. هذه نيت خديت منها، كنديرها هنايا وكنخوي عليها هذه فيغموغال هذه وتنخلطها وتنستعملها. ملي هذه سالات ليا بغيت نديرها بطريقه واحده اخرى، اللي هي انني غنستغنى عن الاعشاب وغادي نديرها بزيوت معصره. هذه خديت زيت زيوت معصره، شي دابا هي تكون هنايا شي 10 زيوت معصره اللي زوينه 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 الشعر، وهي حتى هي راه كنستعمل منها. هي اللي غادي نصوب وغادي نخلط داخل هاد القاروره باش نبدل، مثلا نبدلو شويه، بدل ما ناخد اعشاب وليت خديت زيوت ديال الاعشاب معصره. كيتباعو موجودين دابا، هي معروفين وموجودين عند داك اللي كيعصرو داك المعصرات اللي كيكونوا في الاسواق، وهادي تيكونوا عندهم هذوك الاعشاب، كتاخدهم كتقول لي معصر ليا وتيصوب لك قريعات صغار. بالنسبه لهادي غادي ناخدها كيف كتشوفوا معايا، غادي نضيف ليها هاد الزيت ديال الجنجلان. غنحاول نكبها فيها بلا ما تكب ليا، ولكن غتكبها تكب. ها هي ضفت ليها يا البنات الزيت ديال الجنجلان، ونعاود نضيف ها هي فيغموغال، ناخذ منها حتى كتسالي عاد كنعاود ناخذ. نضيف ليها فيغموغال كيف كتشوفوا، نتمنى انه يبان لكم البنات. ها هي بالنسبه للزيوت، خذوا الزيوت اللي بغيتو، زيت روزماري وزيت زعتر، اي عشوب، زيت الخروع، زيت اي زيت عند اي اعشاب، كيحطوا الاعشاب تيقول لكم شنو بغيتو نعصرو. غادي تقولي لي خذ من هذا ومن هذا ومن هذا ومن هذا وعصر ليا، وكيخلط لك التخليطه وكتاخدي منها، كتاخدي التخليطه ب 30 ولا 40 درهم. ها هي، ومن بعد غادي نضيف ليها عندي هنايا زيت الكوك، هي دايره جامده مع البرد. غادي نحاول ناخذها بحال هكا، شفتوها؟ غادي ملي كتمطيها في يدك بحال هكا، يا ملي كتمصيها راه كدوب. ديروها يا البنات وشقوا بها شعركم ساعه قبل الاستحمام، راه زوينه بزاف، كتقوي الشعر وكتقوي حتى داك الخلفه اللي كتنوض من الامام كتقويها، خصوصا الاعشاب
اللي ما كيبغيش الريحه ديال الفيرموكان، راه ريحه الاعشاب زوينه بزاف. اش غنقول لكم، راه فيها الزعتر وفيها زيت النعناع وفيها عطير. اش غنقول لكم، ريحه زوينه بزاف. ها هي، انا بان ليا بقى غادي نضيف فيرموكان. نسدها ونخلطها. بالنسبه لزيت الكوك ماشي مشكله، الا كان وقت البرد بحال هكا غادي تدفيها ما بين يديك وتشقي بها شعرك من الامام. دابا الحال ان شاء الله غادي يبدا يسخن وغادي تذوب هي الراسه، ما غاديش تبقى كتبان بحال هكا متكتله، غادي تذوب. انا كنديرها ساعه ونص قبل الاستحمام، وكندير واحد البوني وقبل ما تدوشي ديري البوني غير نص ساعه وكتحيدي، وديك الساعه كلها بقاي بلا بوني غير الحمام زي في حياتي. وكتدخلي كتغسلي شعرك وكتنقيه مزيان، من بعد كديري الاطراف، كديري لي زيت الكوكا من الاطراف وتشوفي شعرك كي غيكون من الامام كيتقوى، من الاطراف كي داك التقصف ديال الشيشوار ولا البريسات اللي كيديروا البنات راه كيعالجوا. هيا هي البنات، علاش كنخلطها مزيان؟ حيت بغيت انا داك فورموكال تذوب مزيان ما تبقاش. ها انت يا البنات، ما هي كي كتجي والريحه فن. ما نعاودش لكم على الريحه لان فيه ريحه زيت النعناع، زيت الخزامه، وزيت اليزير، زيت الزعتر. صافي كيف قلت لكم، كتشقي بها شعرك ساعه ونص، كديري البوني. البوني ضروري تحيديه لان باش يتسدوا المسام ديال الشعر قبل ما تدخلي تدوشي، باش يعاودوا يتسدوا ما يبقاوش محلولين مع الحراره. ملي كتدوشي يلاه كيطيح الشعر كثر، هذا هو المشكله اللي الناس اللي كيقول لك تنديروا الزيوت ملي كندخل ندوش وكيطيح لينا الشعر. ضروري البنات تحيدي البوني بنص ساعه قبل الاستحمام باش يعاودوا داك المسام يتسدوا، وملي غدوشي ما تمشطيش شعرك نهائيا. شامبوان ديالك عادي جدا، وغسلي شعرك وتبعي هذه الوصفه جوج المرات في الاسبوع. من بعد كديري داك الاطراف كديري لهم زيت جوز الهند في الاخير. نتمنى ان الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، ما تنساوش كيف العاده الاشتراك في القناه وضغط زر الجرس باش يوصلكم دائما جديد. شكرا للمتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.